نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة صلاح الدين، أهلا بكم. تتواصل مسيرة الإعمار في محافظة صلاح الدين، حيث افتتح المحافظ الدكتور المهندس عمار جبر خليل مدارس ومؤسسات إدارية وأمنية في ناحيتي يثرب والمعتصم. وأكد محافظ صلاح الدين في كلمة باحتفالية أقيمت بالمناسبة حضرها رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة الدكتور مصطفى الهيتي وعدد من نواب المحافظة في البرلمان وجمع كبير من مسؤولي وشيوخ عشائر صلاح الدين أن حالة الاستقرار الأمني التي نعيشها بفضل تضحيات القوات الأمنية بكل مسمياتها وأبناء العشائر أعطت دفعة قوية لعودة الأهالي إلى مناطقهم المحررة والمضي بمسيرة الإعمار، والتي بدأنا نراها جلية أمامنا من خلال افتتاح العديد من المشاريع في عموم المحافظة. ودعا الدكتور المهندس عمار جبر خليل إلى تعزيز قيم الوحدة والتآلف لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.